وأبقى ذكرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، أولا بتقترح إيه لتخليد ذكرها؟ والله هو في اقتراحات كثيرة جدا، لكن ما في شك انه الاقتراح الاول اللي يخطر على بالي هو إقامة مسرح غنائي، مش عشان اوبريت او اوبرا ولا حاجة، مسرح لاستضافة الفرق الأجنبية ولعمل الحفلات اللي لها قيمة من الناس المغنيات والمغنيين الكبار ودعنا عشان يغنوا فيه. لأن لو تعرفي الصعوبة اللي كانت بتعانيها السيدة أم كلثوم الله يرحمها في الغناء في السينمات شيء حقيقة مؤلم. تصوري مثلا على أن السينما بتاعت ريفولي كانوا يضطروا يجيبوا قماش من الأقمشة اللي بيعملوا بيها الأفراح والحاجات اللي زي دي، فيطولوا بيها المسافة ما بين الدخول وما بين الدخول إلى المسرح لأنه ما فيش أوضة، فنقعد فيه نتكتك بالليل وتقعد هي مسكينة ما هيش لاقية أوضة إلا حتة بتاع برضو عليها حتة قماشة كده، وإذا حبينا نعمل بروفات أو نغير حاجة أو نستعيد ذكرى حاجة من اللي هتغنيه ما نلاقيش إلا في الشارع. والمسرح نفسه الإنسان ما يقدرش يروح من ناحية لناحية لأنه الستارة يدوب ملزوقة في الحيطة، وحتى كانت بتفضل هي سينما قصر النيل رغم أنها صغيرة وعدد كراسيها أقل. وسينما قصر النيل برضو في هذا المعنى، برضو كنا بنعمل الخيمة دي وبنقعد في الخيمة دي وهي تخش من الخيمة دي، وشيء حقيقة مؤلم مؤلم، وما الناس تحب تروح عشان خاطر تسلم عليها أو تهنيها تكتاز شيء حقير من التراب الشارع عشان خاطر تخش على الخيمة، واللي تقع واللي الكعب جزمها يتكسر واللي مش عارف يجرى له ايه عشان خاطر تقدر تخش تسلم على أم كلثوم. ودي كانت أمنية لها إنها تشوف مسرح، فياريت يعني أهم شيء أولا يعملوا مسرح يحمل اسم أم كلثوم. حضرتك عارف في تونس لما غنت هناك بنوا لها مسرح مخصوص جنب الاستاد، والأوضة فرشوها حتى الحيطان غطوها بالورق، وزرعوا لها جنينة حوالين الأوضة بتاعتها اللي هي بتستريح فيها ما بين الوصلة والوصلة. صور. طيب يا فندم اتفرجي بقى على شوف شعور الناس اللي بيها معلش. بالمناسبة يا أستاذ عبد الوهاب، ما فيش حاجة طريف أو إشكالات صغيرة كانت بتحدث بينك وبين أم كلثوم أثناء العمل؟ والله هو كان في إشكالات كتير، كان دايما تحصل بيني وبينها إشكالات. صحيح؟ طبعا. فاكر حاجة؟ لكن يعني كنا بنحلها، يعني كنت أنا بحلها كده بالسياسة والدبلوماسية بقى دي. والدبلوماسية بس شوية، وهي كانت سيدة يعني فيها متناقضات كثيرة جدا، من ضمنها العند إلى آخره، وفي الوقت نفسه الرجوع عن هذا العند، بس المهم انك تعرفي توصلي الى انها للرجوع. الى انها ترجع ازاي. لان فعلا العنيد بيبقى صعب قوي ان هو يرجع عن عنده، وخصوصا ام كلثوم لان كان عندها كبرياء غريب جدا، يعني كبرياء يعني جاي جذوره من ايمانها بصوتها وبايمانها بانه يعني بتأدي في لخدمة فنها كل ما تستطيع، وإنها راضية ضميرها من هذه الناحية، وإن ربنا أرضاها بإنها إداها الموهبة الكبيرة اللي كانت عندها دي، فكان اعتزازها يخليها بقى في كل شيء تبقى عندها يعني عندي كده. لكن زي ما بقول لك، فمثلا أفتكر لك إيه يا ستي، أفتكر لك مثلا أنا أولا أقول لك على إحساسي بأم كلثوم. يعني أما كنت أسمع أم كلثوم كنت أحس إني أما بتيجي في مواقف معينة أو أماكن معينة من الأغنية وترتجل، والناس تحس بإن أم كلثوم بترتجل مش هو اللحن الأصلي، خصوصا أما يكون لحن من الألحان اللي حفظت عند الناس، بتسعد أوي. السعادة دي قعدت أنا أبررها، لقيتها يعني أبررها لمسائل كثيرة، أهمها أولا إنه بيحصل حالة نفسية عند الجمهور وهو بيسمعها بإنه أم كلثوم لها مزاج أو بالسلطنة، لأنه غير معقول إن واحدة تتصرف أو يعني ترتجل إلا إذا كانت مبسوطة.
مش معقول تكون واحده متضايقه وترتجل، ترتجل لما تخلص الاغنيه وتنها داخله وان شاء الله ما حد حاوش يعني. يعني مش ممكن تتسلطن الا اذا كانت مبسوطه فعلا يعني. طبعا اذا هي مبسوطه وده شيء بيبسط الناس، يعني معناه ان احنا هنسمع ام كلثوم في احسن حالاتها، فدي حاجه تفرح الناس. نمره واحد. نمره اتنين، انه كانت اما بترتجل الناس بتحس بانها كسبت منها حاجه جديده، يعني خلاص احنا سمعنا اللي سمعناه من الاغنيه ادي احنا عرفناه، دي اضافه اذا اضافات جديده هننتفع بيها، مكسب يعني احنا خدنا حاجه جديده يعني. الحاجه الثانيه انه الناس كانت ساعه ما بتسمع ام كلثوم وهي بترتجل او اي مطرب او اي مطربه ثانيه يرتجل يعني مش بيسمع صوته بقى وفن، بيسمع عقله، بيسمع تفكيره، ازاي بيرتجل، هيقول ايه، هل هيقدر يرتجل حلو، هل هيبقى وحش، بيسمع مزاجه يعني، بيسأل فكره، بيسأل ادارته لفنه، ادارته لصوته، كيف تدير صوتها وكيف تدير تفكيرها في انها تقول حاجه جديده، وخصوصا ان الحاجه الجديده دي بتتقال ساعتها على طول، فازاي في لحظات تفكر فيه جديد وجميل. الله، اذا بيسمع عقلها، وبعدين اما بتيجي ترجع بيبقى يسمع لباقتها، ازاي رجعت كويس، ازاي رجعت حلو، ازاي تصرفت كده، ازاي تصرفت ورجعت الى الاصل حلو. فكل هذه الحاجات بتخلي الناس تشعلل وتتجن، واللي انت كنت بتشوفيه ده ساعه ما بتعمل حاجه زي. انا اما يعني كل الخواطر دي جاتني، قلت الله، طيب هو قمه الارتجال ايه؟ قمه الارتجال بالنسبه للمصريين هي يا ليل، يا ليل يا عين، اداه قمه المصريه وقمه الارتجال، لان يا ليل يا عين عمرها ما اتحفظت، يعني اي واحد من اللي بيقولوا يا ليل يا عين او اي مغني من اللي قال يا ليل يا عين بيقولها كل يوم وبكل لحظة بشكل آخر، لأنه ده بيبقى كله مرتجل. وبعدين هي سمة مصرية محببة إلى كل مصري من صغير إلى الكبير، وسمة مصرية محببة إلى كل عربي في البلاد العربية، بدرجة أن كانت في بعض المطربات أو بعض المطربين مثلا في وسط الأغنية أما يحس بأن الجمهور ما هوش مستجيب أو بارد يروح بلا داعي وبلا مناسبه يروح قايل يا ليل عين، يوم الناس تهيص. وكانت ام كلثوم تتضايق من الحكايه دي جدا، ونقعد نتكلم فيها بالتليفونات مع بعض، تقول لي يا اخي ايه التفاهه دي، وايه ايه الاستجداء الرخيص ده، طب ما هي بتغني كويس يا اخي، ايه المناسبه انها تقول يا ليل عين وبتاع. وانا اوافقها على هذا، وكنا نتكلم في الحكايه الموضوع دي. فانا جيت للاستاذ مأمون الشناوي وقلت له يا مأمون انا عاوزك تجيب لي كلمه يا ليل او يا عين في الاغنيه. قال لي ليه؟ قلت له انت مالك، أهو أعمل لي، قول لي يا ليل يا وعين وهاتها لي. فضل يجيبه ولأ وأيوه وأيوه ولأ، إلى أن انتهيت إلى أنه جاب لي كلام بتاع أول الكوبليه الثاني، عيني عيني على عيني على العشاق حيارى مش عارف المظلومين ولا إيه، في حاجة زي دي يعني، المهم عيني على العشاق كذا. فأنا لحنت عيني على العشاق دي، و قصدت طبعا في الأول أني ألحن كلمة عيني يا عيني لحن ما يحسش به السامع بأني أقصد حاجة أو خارج عن الـ يعني الجو بتاع الأغنية ككل. وبعدين رحت قايل عيني يا عيني يا عيني بقى، وطولت في الياء بتاعتي عيني زي أي مغني أو مغنية بيقول يا عليل يا عيني المصرية الطويلة اللي بيقولها بالصوت الحياني وبتطريب وبالكذا كذا إلى آخر. وجيت وأنا بسمعها ما رضيتش أقول لها حاجة عن الحكاية أبدا، وجيت وأنا بسمعها كده قعدت رحت ماسك العود وسمعتها وقلت عيني يا عيني، مشيت الأولانية لأني عيني يا عيني سمح عيني يا عيني يا عيني حاجة دي. وجيت يا عيني يا عيني راحت بصالي قالت لي إيه ده؟ قلت لها إيه؟ اللحن. قالت لي إيه ده؟ أنا هقول لها؟ قلت لها آه. قالت لي أنا أقول كده؟ قلت لها آه. قالت لي إزاي؟ طب ده أنت يا أخي من رأيك ده، أنت ده إحنا بنتكلم في إنه ده
يعني ايه المناسبه ان نعمل حاجات تخلي الناس تقول على انه دي. قلت لها الله ليه، وانا جبت لك كلمه من بره مش هي دي اسمها كلمه عيني؟ قالت لا. قلت لها طب خلاص الحني زي ما انا عاوز. قالت لي لا، لكن كمان ما نجيش نحنها زي ما اكون انا بغني. ما قلت لها ليه؟ الله انت شركتي مش انا، مش ده احساسي في الحته. قالت لي لا انا ما غنيهاش. قلت لها وانا ما لحنش الا كده، اه هو ده كده. قالت لي لا انا ما غنيهاش. قلت لها طيب لا ايوه. فضلنا نتناقش. قلت لها طب نحتكم. قالت لي نحتكم. قلت لها لمين؟ قالت لي اما يجي حد دلوقتي، كان يجي حد من العيله او يجي حد مش عارف ايه نسمعه. قلت لها لا دي هتضحكي عليا، هتجيبي لي حد يمكن طبعا هيعرف انك انت مثلا متضايقه من انك تقوليها كده، هيجي معاكي وما يجيش معايا انا طبعا. لا لا احنا نحتكم الى الجمهور. قالت لي جمهور؟ هنروح نجيب تياتر ونقول الحته ونقول لهم وحياه ابوكوا ايه رايكم في الحته دي اذا كانت كده ولا كده؟ قلت لها لا احنا عندنا جمهور سميع من الدرجه الاولى. قالت لي فين هو ده؟ قلت لها الفرقه بتاعتنا. هي الفرقه بتاعتنا دي مش جمهور ومش سميعة؟ دول احسن سميع، لانه مش ممكن يكون عازف كويس الا لما يكون سميع كويس. فانا اقولها قدامهم. واحنا انت عارفه يا ام كلثوم ان احنا اما بنقول الحاجه خصوصا ان الحاجات اللي بحفظها للسيده ام كلثوم ما بنحفظهاش بنوت زي الحاجه الرسميه، لا كنت بحفظ الحاجات انا بصوتي وهم يحطوا الالات على رجليهم والاول يسمعوا. فكنا بنحس بجمال الحته اذا كانت جميله ولا وحشه ولا فيها حاجه تصلح من وجوههم، لان هم الاول بيسمعوا. هم الحكم الاول. هم بيسمعوا زي اي جمهور بيسمع، فيسمع فتحسي على طول بالفرقه وهي مكونه تقريبا من 25 30 نفر، حست بالحاجه يبقوا كده وجوههم باين عليها الطرب او لا او الحته دي عاوز تتعدل حاجه. قلت لها دي احسن جمهور عندي. قالت لي ما عنديش مانع. فرحنا ومسكت العود، والمفروض ان انا بقول لهم الحته مره واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين ام كلثوم تكون حاطه الحته من الاول تبتدي تشترك بعد ما يكونوا هم سمعوها خمس مرات، وبعدين يرجعوا يقولوها بقى معايا كمان واصلحها لهم، اما يبقوا يعني تمام تروح هي قايله معاهم. فجيت انا رحت قايل وقلت عيني عيني ومشي وبتاع. قلتها ازاي يا استاذ عبدها؟ الشاعر بقى لا يعني قلتها طبعا انت عارفه اللحن يعني عباره عن عيني يا عيني ترى يا عيني ترى عيني يا عيني يا عيني ترى مش كده؟ وبعدين عيني يا عيني يا وإلى آخره يعني إلى آخر ال وبعدين بقى قالت إيه ده؟ الناس بقى الموسيقيين انبسطوا قوي كده وفرحوا وحسوا إن أم كلثوم هتقول الحاجات دي. فرحت انا مبسوط وباصص لها، قلت لها يعني من تحت لتحت كانت ساعه جنبي كده بصيت لها من غير ما اتكلم. قامت هي بصيت لي قالت لي ولو. قلت لها طيب. وفضلنا قاعدين تغني لغايه ما تيجي الحته دي تروح سايباها اغنيها انا ومش ممكن تغنيها، ونروح البيت نتكلم بالتليفونات وبتاع ولا افتح لهاش الحكايه دي. وبعدين في يوم كده بعد يومين ثلاثه كلمت قلت لها اسمعي يا ام كلثوم، قالت لي ايه؟ قلت لها لقيت اقتراح كويس قوي لحل مشكله عيني عيني دي. قالت لي ايه؟ فرحت قوي. قالت لي قول. قلت لها انت اما تغنيها في المسرح انت عارفه ان انا بكون واقف وراكي ساعات يعني انا او في الحته دي هكون واقف وراكي، اما تيجي عند الحته دي هخرج انا اقولها وادخل تاني. ضحكت وضحكنا وقالت لي ايه البواخه بتاعتك؟ قلت لها امال هعمل لك ايه؟ قلت لها وبعدين قلت لها ما اقول لك طب تعالي احنا قوليها مره. قالت لي انا ما اقولهاش، انا حاجه لغايه هنا وتبقى انت تقولها برضه في البروفه لغايه يعني بتاع. قلت لها طيب. وبعدين جينا في يوم فضلت تقول هي البتاع لغايه الحته دي وحبت تبص لي عشان اقولها، رحت انا مداري وشي في الناحيه الثانيه خالص وحطيتها امر واقع راحت قايلها بالصوت البتاع. قاموا الموسيقيين قاموا كانهم سميعه وكانهم في مسرح وايه هو مش عارف ايه. أمل أمل أمل
مرت الأيام وهل بالفجر بعد المجد بلون الورد بيصبح أستاذ عبد الوهاب، هل تعتقد أن هناك قانون السماء في العطاء اللي هو بيعطي العباقرة على مدى فترات زمنية مثلا؟ ما في شك، يعني أنا بعتقد على أنه العباقرة ده يعني ده معدن غالي، يعني مش معدن رخيص. وأنا قبل كده قلت على أنه العبقري ده يعني ما هوش مسألة واحد ماسك فاس وكل ما يفحت يروح مطالع ألماز أو مطلع أورونيوم، يعني جاي يطلع يعني جرجير ويطلع بتاع ممكن جدا، لكن عشان يطلع ألماز ويطلع حاجات دي حاجة نادرة جدا. فما في شك على أنه العباقرة بيبقوا مداهم واسع لأنهم نفحة من يعني هو عبارة عن شيء من الوحي السماوي أو الوحي الإلهي اللي ربنا ما يدهوش إلا بمقدار وعلى زمن.